روح بعد كده لحفل دار الكتاب المقدس اللي أقيم بالأمس بمناسبة 140 سنة على إنشاء دار الكتاب المقدس في التقرير التالي لعزيز داود. لأن كلمة الله حية وفعالة، استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتفال دار الكتاب المقدس بمرور 140 عاماً على بدء عمله بمصر بحضور صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبتاودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. هذا يوم فرح أن نجتمع جميعاً من كل الطوائف المسيحية والكنائس المسيحية في مصر، ونجتمع حول كلمة الله التي توحدنا وتفرحنا، ونحن نحتفل بمرور 140 سنة على بداية خدمة دار الكتاب المقدس في مصر. الله أعطانا كلمته المقدسة وقال لنا جميعا: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وكلمة الله هي بالحقيقة الروح التي تعطي الحياة لنا جميعا. عصفور واحد لا يصنع لحنا جميل. فقد شهد الاحتفال أيضا رؤساء الطوائف المسيحية بمصر: القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنباء إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران نيكوديموس الوكيل البطريركي بالقاهرة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والقس ديريك جيفرس رئيس الاتحاد الدولي لدور الكتاب المقدس وقيادات الدار بمصر. فترجمة كلمة الله ونشرها وطباعتها وتوزيعها هو عمل من شأنه أن يعرف الناس بوصايا الله وتعاليمهم وتلمذتهم كما أوصانا السيد المسيح. لا نستطيع أن نحصر أهمية الكتاب المقدس في حياتنا في نقاط كثيرة. استهتموا كلمة الله بأبعاد حياتنا المختلفة اهتماماً كبيراً، فهي تعرفنا عن الله وتعلمنا التواصل معه، وتعلمنا عن علاقتنا بأنفسنا، وتعلمنا أيضاً عن علاقتنا بالناس، فتصل بنا إلى حالة من السلام والفرح الحقيقيين. كلمة الله بذرة حية، قوة الحياة بداخلها، ولكن تحتاج إلى تربة خصبة وتنتظر فعل أمناء شغوفين كي تثمر. كلنا نتذكر مثل الزارع اللي الرب يسوع رواه: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يبقى الكتاب المقدس نور حياتنا، هو خريطة وصولنا إلى الفردوس، فالكنيسة هي المسؤولة عن تقديمه لنا وشرحه. عزيز داود، ميسات. كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة مزيد من طباعة الكتاب المقدس والكتب اللي بتشرحه، وأرجوكم نفرق وإحنا بنختار وإحنا بنشتري ما بين الترجمة والطباعة والتوضيح والخلفيات والشرح الجغرافي أو التاريخي، وما بين التفسير، لأن التفسير في خطورة أنه ما يكونش تابع لكنيستك. إذا كان حضرتك كاثوليكي يبقى تفسيرك عند الأباء الكاثوليك، إذا كنت قبطي أرثوذكسي يبقى لابد ان انت تعود لاباء ما قبل الانقسام واباء القرن الرابع اللي مليانه كتبهم بالمكتبات وعلى الانترنت.